هلا اذا بنطلع على سبيد تور كيرف تبع الفيربل فولتج درايف سبيد تور كيرف هذا طبعا عندي هون سبيد ان ان ار بي ام وهذا عندي هون تورك مثلا نيوتن السينكرون سبيد ما راح تتغير لانه اف راح تضلها مساويه للسبلاي فريكونسي اللي هي 50 هرتز او 60 هرتز الاصليه اللي بتغير عندي هو الار ام اس فولتج اللي بتغير عندي هون فلما بغير الار ام اس فولتج بتغير التورك وطبعا التورك بتناسب مع مربع الار ام اس فاذا نزلت الار ام اس فولتج للنص بنزل التورك للربع واذا نزلته لوامب واحد على جذر التنين بنزل للنص النص فالتورك مثلا راح ينزل للنص يعني لو هاي اعتبرنا انه هاي المسافه هي نص هاي المسافه راح يكون عندي هون في بيساوي واحد على جذر التنين في لود بيساوي واحد على جذر التنين مثلا في في سورس اوكي وهذه راح تكون اذا كان هاي الربع مثلا من هون اذا هاي 25% وهاي 50% تور راح تكون هذه على 1 على 2 وهكذا فهون نزلنا الفولتج بمربع هلا المشكله الاساسيه بهذا السيستم انه عندي التور بضعف والريجيليشن بصير صعب جدا فلو جينا طلعنا مثلا اخذنا نفس هذول الكيرفز لاحظوا هذا الكيرف بس عماله بنضرب بالفاكتور تبع التور لو اجينا الان افترضنا عندي لود كونستنت تورك وفي ميلان مثلا هيك راح نيجي نلاقي انه هي انا بقدر اتحكم بالسرعه الى حد معين، هي عندي هاي السرعه على هذا الفولتج V1 هي V2 هي V3 وهي V4 بقدر تنزل السرعه معي لهون تنزل السرعه معي لهون، لكن تقريبا عند النقطه هاي صار انا ليمتد ريستريكتد بالتغيير بالسرعه مظبوط؟ لانه راح يصير في عندي هلا كيرف جديد راح يعطيني المينيمم بوسيبل سبيد اللي هو somewhere هون خلص هذه هون صارت المينيمم بوسيبل سبيد ما بقدر انزل عن هاي بهذا اللود ما بقدر اتحكم فيه فالسبيد رينج اللي بقدر اتحكم فيه محدود very restricted اذا هاي احد المشاكل الثانيه restricted speed range ما بقدر اغير يعني هون يمكن ما اقدرش اغيره مثلا على هذا اللود طبعا اذا نزلت اللود ممكن انزل سرعات اقل بس على هذا اللود انا بقدرش اتحكم اقل من يمكن مثلا ثلثين السرعه نعم في الفي 2 مش بكون في عند النقطه اللي على الشمال بكون انستيبل اي نقطة اللي انستيبل؟ في 2 اللي على الشمال بكون الكيرف طبعا طبعا هاي نقطة بكون انستيبل، احنا اصلا ما راح نقدر نشتغل هون على اي حال هو انستيبل بس بوصل لهي تمام راح يصير انستيبل فيها، راح يصير انستيبل لو كان عند النقطة هاي راح يصير انستيبل، يعني احنا نقول بشكل عام لو كان انت عندك هاي سبيد تورك كيرف ونفترض انه انت اجيت مثلا حطيت اللود، اللود كان هيك هاي النقطة ستيبل هاي النقطة انستيبل بس بيوصل للستيبل اذا شغلناها على هذا الموتور على هذا الكيرف طيب ماشي سؤالك كويس انت بتقول لو نزل عند النقطة هاي راح يرد يرجع منها مش راح يستقر عليها يعني شو راح يصير ماشي كويس سؤالك انت بتقول لو انا تركته هلا وجا بده يوقف مش هيك ونزل عند النقطة هاي مثلا ووصل عند النقطة هاي فرضا مش هيك قصدك من هون او بالبداية يعني بلشنا اول بالبداية يعني بمر فيها من في البداية بلشنا صح ما راح تكون نقطة مستقرة هاي المشكلة كل النقاط هاي ما راح تكون مستقرة هلا هو راح يصير او راح يصير يعمل فلكتشويشن ما بين السرعتين بس هي يعني اتس فيري باد كنترول استراتيجي ما يعني ما نقدر نتحكم فيها لذلك هلا ما بتلاقي اي سيستم تحكم فيه بستخدم فيه فيربل فولتج راح يكون الكنترول فيري فيري بور كنترول فهون عندي السبيد رينج اللي بتحكم فيه هو هذا بس ما بقدرش انزله سرعات اقل في حين لو عندي فيربل فريكونسي بقدر انزل ولاحظوا هون السنكرون سبيد ما تغير فهذا هون عندي سبيد رينج بنرجع مره ثانيه بنقول هو يستخدم عاده بس اونلي يوز كسوفت ستارت يستخدم عاده بنستعمله بس كسوفت ستارت ريستريكتد سبيد رينج عندنا الهاي فيري هاي ان هارمونكس اوكي اذا هذه بالنسبه للتحكم فيه عن طريق طبعا احنا الرسمه اللي رسمناها هون لسنجل فيز موتور هلا راح نشوف لو كان عندي 3 فيز